إلى لبنان، حيث يستعد مجلس الوزراء لمناقشة عدد من القضايا ضمن جلسته المقررة يوم غد، من بينها مناقشة عرض الاقتراح الذي قدمه وزير المهاجرين عصام شرف الدين بشأن بند ضريبة التضامن الاجتماعي. هي ضريبة تفرض على الأثرياء والثروة النقلية لتضع البلاد على سكة التعافي على حد قوله. قال وزير المهاجرين اللبناني عصام شرف الدين في مقابلة مع المشهد إن وفدا لبنانيا سيزور سوريا قريبا لمناقشة تفاصيل عديدة مع الدولة السورية بخصوص موضوع النازحين. في وفد رسمي بده يطلع على سوريا لنحكي بالتفاصيل مع الدولة السورية اللي هي كثير متجاوبة وكثير مسهلة، ونحن محميين بالقانون، مش ماضيين اتفاقيات دولية يلي بتنظم العلاقة بين اللاجئ أو النازح مع الدولة اللبنانية، وبالتالي علاقتها بتكون مباشرة مع الدولة السورية. هذا وأضاف الوزير اللبناني أنه سبق وأن زار سوريا ولقي كل التجاوب، مؤكدا أن الهدف من الزيارة القادمة هو عمل ورقة تفاهم للوصول إلى بروتوكول للتعامل مع اللاجئين. نحن سبق وذهبنا إلى سوريا، كلفت رسميا وذهبت مرة قبل برحلة استطلاع، لمست كل التجاوب من الدولة السورية، التجاوب من ناحية التقديمات وتأمين مراكز الإيواء لمئات الألوف من النازحين والضمانات والعفو الرئاسي ووعد بإعادة التوظيف وكل الأشياء المطلوبة لعودة آمنة وكريمة مأمنة بسوريا. نطلع نرجع منأكد، وإذا عندنا شيء إضافي بنحكي فيه أكثر، ونعمل ورقة تفاهم، وورقة التفاهم بتمهد البروتوكول. نحن وقتين في بروتوكول.